الشاي مفيد للبشرة أكثر مما تتصوري. ترى الشاي به فائدة لبشرتك أكثر مما تتخيلي وتتصوري. عندك موجود بالبيت. استخدام الشاي يحتاج احتراف. اليوم نجيب شاي ومريمية يعني سالمية يعني مرمرية يعني ميرمية، ونحط نطحن الشاي ناعم مع المريمي ونحطهم بوعاء زجاجي بقطرة من الزجاج مطربان زجاج صغير قرعة زجاج صغيرة، ونخلطهم ونحط عليهم ماء ونحطهم بطنجرة فيهم مية تغلي. لا تسدي المطربان، لا تسديه، بس حط الغطاء عليه حط، وحطيهم حطي بطنجرة فيها مية تغلي، اتركيه المية تغلي 30 دقيقة، وإذا أكثر ما في مشكلة. بعديها نزليهم وتركيهم يبردوا، بس يبردوا. المحلول هذا حطيه بالثلاجة واستخدميه لمدة 2 أسبوع لبشرتك. استخدميه الصبح بكير أول ما تصحي من النوم، استخدميه تركيه على وجهك 20 دقيقة 30 دقيقة، بعدين جيبي قطعة قماش أو شاش وبلليها مية باردة 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 باردة، وحطي تحت عيونك وعلى وجهك 5 دقائق، تركيها على وجهك 5 دقائق، بعدين امسحي ماء الورد. الشاي اكتسب سمعة مشرقة. ليش؟ لأنه مستوياته عالية جدا من مضادات الأكسدة، بشيل الوسخ من البشرة، بشيل السمو، بيهدي الالتهابات، بينزل الضغط، بينزل الكوليسترول. ما في أزين من الشاي الأخضر اللي بوتشك الحلو الجميل. الشاي الأخضر بيعزز ترميم الحمض النووي بالخلايا عندك ببشرتك، بيحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا تسمى EGCG، بتحارب تلف الحمض النووي من الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة الشمس القوية هاي اللي بتضر وجهك الشاي بيشيلها سبحان الله. الشاي الأخضر عنصر قوي مضاد للشيخوخة، بيشيل علامات الشيخوخة المبكرة من وجهك. إذا صابك شيخوخة مبكرة بوجهك ما بيخلي الشيخوخة المبكرة تصيبك بقدرة الله. الشاي الأخضر مضاد للالتهابات. من الأشياء العجيبة جدا يا حريم يا بنات بالشاي الأخضر إنه فيه مركز شديد جدا من مادة البلوفينول اللي بتسمى مضادات الأكسدة. فيه كاتيكين، الشاي فيه كاتيكين، بيشيل الإحمرار، بيشيل التورم من وجهك، بيشيل التهيج. إذا وجهك الصبح منفخ أحسن شيء إلك الشاي الأخضر. الشاي الأخضر بيشيل التنفخ من وجهك، بيشيل الهالات السوداء تحت عيونك، بيشيل التهيج ببشرتك، بيشيل الإحمرار من بشرتك. حطي قناع الشاي الأخضر المائي هذا على بشرتك، فإنه عظيم النفع بقدرة الله تعالى. البلوفينول الموجود بالشاي الأخضر بيخرب البكتيريا. البكتيريا اللي بتضر وجهك الشاي الأخضر البلوفينول الموجود بالشاي الأخضر بيدمرها وبيشيلها. ولذلك كل الحريم وكل البنات اللي بيستخدم الماسكات فيه شاي أخضر ما يصيبن سبحان الله حبوب ولا بثور ولا التهابات بوجهن. الشاي الأخضر فيه فيتامين B2 وفيه فيتامين الجمال هاء. هالفيتامينين هذول ترى ضروريات جدا جدا لصحة جلدك وبشرتك، زائد بيخلي الكولاجين عندك ما ينحدر ما ينزل ما يروح ما يدهور. بيخلي الشاي الأخضر بشرتك نظرة متينة مليانة بالخير والبركة. فيتامين هاء فيتامين الجمال الملكي الموجود بالشاي الأخضر يا بنتي العزيزة بيشتغل كمرطب مكثف للبشرة، بيخلي بشرتك متوازنة. الكافيين والعفص الموجودات بالشاي الأخضر سبحان الله بيشيلوا بيقلصوا الأوعية الدموية حول العيون. عيونك سودة أو زرقة، تحت عيونك ازرق أو اسود لون غامق، ها ترى الشاي الأخضر بيشيلهم بنجاح تام، متخصص بهذا الشيء.
إذا تنفخن عيونك لا تلفتي على أي شيء، لفتي فورا على الشاي الأخضر. الله الله، لبشرة واضحة مشرقة جميلة جدا. الشاي الأخضر بيقلل من الانتفاخ العيون، بزيل الهالات السوداء، بيهدي حروق الشمس إذا جلستي تحت الشمس، بينظف البشرة من جوا من جوا جوا جوا، بيمتص الزيوت الزايدة بوجهك، مهدي للبشرة، بيقلل التجاعيد، بزيل الانتفاخات من تحت العيون. المكون الثاني يا بنيتي هو أوراق المريمية. المريمية في ناس بيسموها المرمرية، في ناس بيسموها الميرمية، في ناس بيسموها المرمرية، في ناس بيسموها السالمية. المريمية بتحسن مظهر وجهك. تعرف شو معنى، وش معنى تحسن مظهر وجهك؟ تحفز المريمية تجديد الخلايا. يا الله، بتجدد الخلايا، بتحث الجلد على انه يتجدد، بتزيد من الدورة الدموية. غنية هالعشبة العظيمة هاي المريمية، غنية بالكالسيوم. ولذلك حنا نقول للحريم، الحريم اللي 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 دخل سن اليأس، اللي عمرهم فوق الأربعين، منقول له يجب 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 ان تشربي ميرامية. ليش؟ لانه المريمية غنية بالكالسيوم وفيتامين ألف، ضروريات هالفيتامينين الاثنين، فيتامين ألف والمعدن الكالي والكالسيوم، ضروريات لتجديد الخلايا يوميا. بيساعد عملية التجديد هذه بتقليل ظهور التجاعيد بوجهك. من الأشياء السرية العظيمة التي لا تعرفيها في المريمية، إنها إذا طلع بوجهك شعيرات دموية مكسورة، إذا طلع لك خطوط زرقة أو حمراء بوجهك، خطوط، هاي الخطوط الحمراء والزرقة هاي اللي بتطلع بالوجه اللي بتشوه وجهك، ترى المريمية سبحان الله متخصصة بهذا الشيء تخصص تام. يا الله 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 الله، المريمية متخصصة بإزالة الشعيرات الدموية هاي اللي بوجهك. المريمية غنية بتشيل، غنية بالفيتامينات المعادن، بتشيل ضرر الأشعة فوق البنفسجية، وبتشيل التشققات، زائد بتجفف الجلد اللي فيه زيت كثير كثير، بتسحب السم من الجسم، بتشيل السلوليت من وجهك، بتحرر السموم والخلايا الدهنية من وجهك. بترجاكي وبناشدك الله تشارك الفيديو بالواتساب، وتكتبي تعليق، واكتبي من أي بلاد أنتي، حطي لي لايك، تراني بتعب بشقى وأنا دبلج واشتغل وشرح لك وفهمك. فديتك أنا يا بنتي، فديت أهلك، فديت البطن اللي جابك. شارك الفيديو بالواتساب وأنا أبوكي. شكرا، ميرسي.